بتعرفي انه بدر جاب لي اشتراك بمخيم لمدة اسبوع؟ رح تسمحي لي؟ ايه اكيد فيكي تروحي اذا ما عندك دراسة. وانا اشتري لي طقم سلة كمان. طيب انتو بتعرفوا؟ رح يكون في رقص ومسرحيات كمان، يعني اكيد المخيم هذا رح يكون كتير حلو. صباح الخير. وين هو؟ يعني ما بعرف، بتوقع يكون بمكان حلو كتير وكل اعشاب. ايه فهمنا بقى، بلشت غار انا. ما في داعي تخافي حبيبتي، كونك انت اش فكري وشكران الي بول فحظك منيح. ايه شو ما صار معك، وقد ما دايت فيك الدنيا وحسيتي حالك مكسورة من جوا، الحل الوحيد هو الحب. يلا يلا يعني كثير جوعان، صبولي شاي. يلا يلا قومي من مكاني، ما تزعلي صباحي. يلا صبولي شاي بسرعة. هاي كيفك انتي؟ منيحة. منيح كيفك ولا؟ منيح الحمد لله. يا ربي دخيلك. عصومة يلا فيق بدر مشان يفطر. قوم فيق بدر يلا فيق يلا. عفوا صباح الخير، قديش بتقلان؟ دخيل الكبران انا، تعال شوف. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا أولاد، يلا نحن لازم نروح، وأنت كمان يا ولد يلا. يلا يلا لشوف. بدي أشكرك على هدية عجبتني كتير. آها ما في داعي. وأنا كمان بدر بتشكرك على هدية. ليك بدنا نرجع نتدرب مع بعض. يلا روح يلا. واحد اثنين ثلاثة يلا كفوا شو بكون. يا فيكو استنى لحظة، نحن ما عم نقدر. أنا إيدي عم توجعني يا فيكو. يا أولاد لا تنقوا مثل الصغار، يلا رح تقدروا. يا فيكو واحد أنت عم تضغط عليهم كتير، ما بيقدروا يعملوا هالشي، اتركهم. لا طبعاً منقدر، بس أنا نمت بوقت متأخر لهيك تعبت. طبعاً طبعاً وأنا كمان. ليكشون عم يلعبوا مثل القرود. أنت شو قلت؟ روح من هون يلا. شو بدك تعمل فيكو؟ رح تضربني مثلاً؟ ما بيقدر، هذا ولد كتير ضعيف. شو بدك أنت؟ شو دخلكم؟ روحوا خليكم بشغلكم. كأني سمعت صوت نملة هون. روح من هون يلا. لا عم تتفوش، عم تعمل انت ويا ويا. تعال انا ورجيك يا واد. تعال هون تعال هون انا بورجيك. انا اللي بدي ورجيك. انا شو بس يا بنت بس هو الله خلاص وضع عندك يا بنت. ركي ركي وقفوا خلاص. لا لا يا ابني خلاص خلاص. شو قصدكم؟ ليش عم تعملوا هيك ببعض؟ هنين هجموا علي يا استاذ. هو ضربني استاذ. هو شد شعري كمان يا استاذ. خلص بكفي، ما دام ما عم تراعوا القانون رح تتحملوا نتيجة اللي عملتوها. تحركوا لغرفتي يلا بسرعة. بطلولي هالمشاكل. اه كل ما بقول رجع لهم عقلهم بجنوا اكثر من الاول. لا ابدا والله العظيم ما لنا علاقة بنوم بهي المشكلة. انت ليش ما بدك تصدقيني؟ ايه والله هن يلي بلشوا يضربوا رفيقنا، شو بدك اعمل؟ اساسا انتو دائما ابرياء، بس المشاكل بتدور عليكم وبتلاقيكم مو هيك؟ شلون بدكم تعوضوا هالاسبوع؟ انا اساسا كنت رايحة على المخيم. ما في مخيم، محرومة منه. اف شو هاد يا؟ ما كان فيها تموت بعد ما ينكتب كتابكم يعني. اه هيك راحت المرة فجأة؟ والله أنا كمان ما فهمت. طبعاً هي شافت رجال حلو مثلي فجأة قدامها، ولما شافت النصيب كبير هالقد قلبها ما قدر يتحمل هالشي. إيه المرة الجاية تقل حالك، المرضى ما فيهم يقاوموك كتير. من هلا ورايح منبلش شوي شوي، بعدين منعلي العيار شوي، لكن حياة الناس مو لعبة بين يدينا. عمي خلينا نروح بكرة على مشفى تاني غير هاد، لأنه صاروا يعرفونا. ايه مزبوط. انا بعرف مكان تاني، واذا ما مش الحال في مستوصف نروح عليه. معك بابا. مو هي سيارة خالي ملك؟ ها صارت تبعي هي. يا سلام. ايه مو من عرق جبيني، لا هي ورتة من ملك. هي السيارة ملك تركت لي اياها ورتة لإلي لك. ان شاء الله تتهنى فيها منيح. تعرف كيف فيها؟ وقفوا شوي وقفوا. خير ان شاء الله. انتوا الاثنين معاقبين. خير ان شاء الله. لشو معاقبين؟
عملوا مشكلة عام المدرسة فصلتهم أسبوع. والله عملوا هيك؟ إيش هالمدرسة الحلوة هاي؟ والله العظيم أنتوا حظكم قليل يا أولاد، يعني حظكم من المدرسة طلع حلو بس حظكم من أختكم مو حلو. يلا أنا رح موت من الجوع، يلا تعوا. في موضوع عم فكر فيه. لك قعدت عرجلي شباب. مجتمعنا أنا وبدر بتبدأ المشاكل والمصايب، شفتي بعيونك المصايب مع بعض. معقول الحب يكون كله مصايب؟ شو عم تقولي أنت؟ لا تخبصي، يلي صار كله قدر. أختي شلون بدنا نحل قصة الفواتير هلأ؟ شو رح يصير؟ شو بده يصير؟ رح نلاقي حل لهالمشكلة. اسمعوني شوي، يمكن بدر يجيب أحمد معه. لا تحكوا قدامه عن المصاري والدين، هذا بياكل هم فورا. لا تخافي حبيبتي، ما رح نحكي شيء أساسا. انتبهوا. يعني أنتوا ليش قلقانين لهالدرجة؟ ما نكون شايفين سيارة قدام الباب؟ عمي ببيعها وبيدفع. ايه طبعا، شكلك ما بتعرفي عمك لحد هلا، فكرة ممكن يعملها. زينب حبيبتي، بابا ما عمل شيء منيح بحياته كلها. العمى قديشك ناكر للمعروف وعديم الفائدة، نسيت مين اللي اشترى هذا البيت؟ مزبوط. ايه اجل احمد. اشتقت لك كتير يا عمري. وأنا يا لميس. ها إجا التور الكبير مشان تكمل معنا. تعوا لك، كأنه كترانين كتير انتو يا أولاد. لميس لو سمحتي سامحيني. لا ما تحكي هيك، ما في لزوم لهالحكي. أنا فجأة بقول كلام قاسي. حبيبي انت اشتقت لك كتير. ها هيك بيكون الطقم اكتمل على التمام والله. ايه طبعا اكتمل، بس كأنه هالطقم كتير كبير لدرجة انه ما ضل في هوا بالغرفة لحتى يتنفس الواحد. كيفك يا أخي؟ منيح. وأنت؟ منيح، واليوم صرنا أحسن بشوفتك. أنت كيفك أخي؟ أنت ولا كلمة. أهلا وسهلا أخي أحمد. بالمناسبة رجع البطل على الجامعة. عن جد؟ والله عملت اللي عليك وحليت المشكلة، صرت مساعد الدكتور يلي حكيتي معه. أنت عن جد عم تحكي؟ إيه والله. حبيبي أخي برافو عليك، برافو. بس من اليوم ورايح مو مطلوب منك تعمل شيء، انا رح احل كل شيء. شلون يعني؟ عم يعطوني راتب. والله هيك ابني البطل، تعال شوف خليني ضمك. هاد اللي بيهمك انت؟ قد ايه عم يعطوك؟ ما بعرف لسه، ما سالت له مصلحه معك. وانت كمان دغري بدك تعرف. بدر شكرا لانك جبت احمد مره ثانيه. انتوا استخفيتوا فيني كتير، انا بساعتين حليت مشكله ما قدرتوا تحلوها من كام يوم، منه عم يروح على الجامعه ومنه رجعته. بدر عفوا، يعني انت حليت المشكله؟ لا ما عمل شيء، انا حليت الموضوع لحالي، هو بس حكى لياخذوا الحلوان بعدين كله انحل. مضبوط، انا حاولت اخذ حلوان بعدين ما ضل في داعي اعمل شيء ابدا، رحت لعنده على البيت لقيته عم بيصلح وراء الطلاب وقاعد عم بفكر. برافو عليك اخي. يلا تعال ناكل. يلا 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 تفضلوا كلوا. تفضلوا. يلا يلا تعالوا عدوا، تعالوا يلا عدوا. اه ما في اطيب منا. شو عم تعمل؟ اشتقت لكم كثير على فكره. خلينا نضبن يلا. هات ليش ما جبت اغراضك؟ شكرا. ما رح اترك هذاك البيت لانه قريب كثير على الجامعه وبقدر اروح واجي بسهوله. بالمناسبه بيته كثير حلو. تماما. بدك تطير من العش؟ ايه ابني لازم تطير من هون، واوعك توقف لانه والله هون ما في مكان للواحد يتنفس بنوب. اعطيني هاد، صار لك ساعة بتسكني فيه. والله العظيم مت من الجوع. ايه معك حق عمي، ولك شو عم تعمل؟ عندنا ضيوف ولازم يكفي الكل، ولك شو عم تعمل؟ لا تفضل معلقة بيتمك. خلص فهمنا. مو هيك يا بابا؟ يلا صهري بسرعة سكبلي شوية صلصة من هاي. الظاهر هلا بلش يحب. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki... خلص بكفي اختي، انت عم تبالغي كتير، عطيني اياها بقى، حطيتي فيها كل شيء. طيب حبيبتي فهمنا. اف صحيح ما اكلتي شيء لهلا؟ جيب لك سندويشه او اي شيء تاكلي. اه لا اختي رح اتاخر على الباص كتير. خلص هنيك بيعطونا كل شيء. ايه استني شوي حياتي، انتبهي على حالك ماشي. شو هاد؟ شو حاطين بقلب هالشنطه؟ شو باكلها؟ يلا امشي. يلا يلا بشوفكم. مع السلامة. امشي قدامي. حلو كتير المخيم صح؟ ايه والله يا اختي حلو وانبسطت كتير. حتى بتعرفي في بنت بمدرستنا اسمها بيرة كانت معنا بالمخيم، كنا كل الوقت انا وياها. والله معنا كتير مصاري بس هي ما بتهتم لهالشغلات.
ممتاز يا روحي، المهم انبسطتي وصار عندك رفقات. أنا مو قلت لك هالحكي من قبل؟ أنت ما بصير تقيمي الناس بمصرياتهم. أي والله يا أختي كان معك حق. طيب شو صار هلأ بموبايلي؟ يعني هلأ صار بيلزمني. بس هلأ نحن ما معنا مصاري. لو سمحتي أنا ورفقات المعسكر عملنا جروب، وهلأ الموبايل صار يلزمني كتير. أنت زبطي لي الموبايل وخلاص، ما عاد أطلب منك ولا طلب تاني. خلينا أول شي ندفع الديون اللي علينا. جينا. أهلين. ليلى حبيبتي. وهي وصلت الأميرة. كيف كان المعسكر؟ أهلين عزيزة، اشتقت لكم كتير. خير أخي، شو صاير معك؟ لا مو صاير شي، حادث صغير وبس، بكرة بيمشي حاله. ما فيني شي وحياتك، خبريني كيف كان المعسكر؟ أخي سلامتك، المعسكر كان منيح. أهلا وسهلا حبيبتي. احكي لنا شو صار. يلا احكي لنا. أحلى شي عندي هو درس رمي السهام بالقوس. منحط السهم بعدين منسحبه. صحيح. بعدين فيكو وينه؟ طلعي؟ ما خليته يطلع مو هيك؟ لا يا روحي، معقول خليه يطلع بعد ما وصيتيني؟ يعني ليكو بغرفته. اتضايق لأنه طلعي ما خلته يطلع من غرفته. والله واتضايق؟ ايه. ان شاء الله. فيكو يلا. في اجت ليلاس. كن عرفانة كلكم قاعدين والولد مو هون. كيف؟ شو؟ لوين راح؟ كيف هرب؟ كلنا كنا قاعدين هون. كيف ليكو ضحك عليكم وهرب من البيت؟ والله لا أذبحكم كلكم هالمرة. ايه؟ ايمتى طلعت؟ طلعت. أساساً ما فيهم يخلوني هيك وقت طويل، يعني رح أتحاكم وأنا برا. أخلوا سبيلي. الحمد لله على السلامة. أخي بدير انبسطت كتير بالمخيم. آه أيوة خلاص، إذا عجبك كتير ببعتك الصيفية الجاي. أخي بدي أطلب منك شيء. آه. بدي خط تليفون لو سمحت. اسكتي. أنا شو قلت من شوي؟ آه؟ ها؟ بتبحك لو سمعتك عم تقولي هالشي مرة تانية، أوعك ترد عليها. إيه أكيد أكيد ماشي، بنحكي بالموضوع. بدر شو عم تحكي أنت؟ يعني شو بدك يعني إلا للبنت؟ إلا بنحكي بالموضوع؟ دقيقة دقيقة، أنا ما فهمت. أنتوا رجعتوا لبعض بعد كل اللي صار يعني؟ إيه. إيه؟ يعني صارت شوية مشاكل بس هلأ أنا ونهال اتطلقنا وانتهى الموضوع. شو انتهى أخي؟ شو انتهى الموضوع؟ ما انتهى بالنسبة لهديك المرة. ما بتتذكروا شو عملت معنا هديك الليلة أختي؟ هالمرة مريضة نفسياً ومعتوها. تولاي ما تخانقت معك كمان؟ إذا كانت مجنونة نحن شو دخلنا؟ وهلأ هي أساساً توقفت عن شغلها. كمان بدر طلقها، شو بدك يعني نساوي أكتر من هيك؟ بتعرفي منيح شو بدي أختي. بدي إياه يخلصنا ويمشي. بدي إياه ياخد كل مصايبه ويمشي من هون. بدي إياه يبعد عنك وعنا ويروح. ماشي؟ أنا ما عندي ولا مشكلة معك، صدقني ما عندي ولا أي مشكلة معك. أنت زلمة منيح، أنت بتموت على أختي، مو بس بتحبها. شكراً يا أخي والله يخليك، بس المصايب اللي اجتنا من وراك ما عم تخلص أبداً يا أخي، وما رح تخلص أبداً. ماشي؟ شوف حكمت، أنا مبسوط من مشاعرك هي. ماشي وبفهم قلقك هاد، بس خلص ما عاد في مشاكل بنوب أخي. أنا انفصلت عنها يعني ما عاد فيها تعملنا شيء. وإذا طلقته يعني شو صار؟ يعني المرة ما رح تموت والولد اللي بيناتكم رح يضل كمان. هالمرة رح تضل معك كل عمرها، يعني رح يضل يطلع وشها بوشنا، وأنا هالشي مستحيل أرضى لأختي. طيب أستاذ شو بدنا نعمل هلأ؟ بدك يا يمشي؟ إيه يلا ماشي، بلا ما أحب وبلا ما أنحب، وضل مكرسة حياتي إلى كل البيت، مو هيك بدك؟ مزبوط عم بحكي؟ بدر لا تواخذني، بس أخي الصغير مو حابك أبداً، مشان هيك ما فينا نكمل مع بعض. ارتحت هلأ؟ آه؟ استنوا شوي، يمكن إجا فكرة نشغل بالي كتير عليه. تعال انت. لميس طولي بالك. كل هالوقت طولي بالك. طولي بالك. انا ما قلت لك لا تطلع من البيت. وليش هيك عم تبكي؟ شو صار اختي؟ انا صرت اقتل. شو اعمل؟ شو لا تحكي، شو عملت؟ لا تقتل ولا تحكي، ما صار شيء وان شاء الله الولد بيطلع سالم. جميل احكي له، شوف مين هالولد. طلع فيني، هدي حالك شوي. هاد الولد وينه هلا؟ قال انه بالمستشفى. نقلوه على المشفى بسياره الاسعاف. المستشفى تبعنا. ايه ايه. ما بتاخر، بروح وبرجع فورا. والله العظيم كان حادث، بحلف لك انه كان حادث. والله العظيم انا بس تفشت شوي. طولي بالك. طولي بالك. علي انا ما عرفت ربيك بنوم، فهمني انا شو عملت لك. بدينا نمسح
خلص اهدي شوي. انقلع روح، انقلع روح من وشي، اليوم رح يزتوك بالسجن. خليك تعفن بالسجون. قولي بالك ما في شي من هاد، ماشي كان حادث اساسا، عمره تحت ال 11 سنه، ما له مسؤوليه جنائيه، ما حيصير شي، لا تكبروا الموضوع. اخي جميل يعني هو ما رح يتعاقب؟ لا ما رح يتعاقب، عم قول هذا كان حادث. بأسوأ الاحوال بيجي على المخفر مع ولي امره ومع لميس وبيقدموا افاده وبس، ماشي؟ وشو مشان تأنيب ضميره؟ شو مشان الشي اللي جواتنا؟ ها؟ اصلا مكانك مو هون، انت نهايتك بالسجون، كل الوقت كنت عم تدور على شي مصيبه مثل هي توقع فوق راسك وراسنا. ادعي ما يكون ميت الولد، واذا اي شي صار له رح تدفع ثمن هالشي كل عمرك. لميس هدي حالك، خلينا نستنى خبر من بدر، يمكن ما صار شي للولد، ان شاء الله ما يكون صار له شي. وانت لا تبكي. اه يمكن ما يكون صار شي للولد، ما رح يصير شي ان شاء الله. خلص حبيبي لا تبكي. شو صار؟ شو قالك بدر؟ شو صار له الولد؟ ولا شي، الولد طلعت مكسورة ايده بس هيك. أوه. يعني حياته ما له بخطر. يعني لساته عايش؟ اسكوت، انت ما بدي اسمع صوتك، عشوي كنت رح تصير مجرم. روح قدامي على بيته، بدك تعتذر. انا ما بعرف الولد اختي، ما بعرف البيت. انت ما بتعرف الولد بس بتعرف كيف تدفشه على الدرج، وبعدين ما قلت لي انك ما عاد تقعد مع حمزة؟ حمزة ما له علاقة بكل القصة. لا تخليني بلش فيك وباخوك هلا. عم تدافع عنه لهلا؟ يلا روح اعتذر منه. حكمة. خير شوفي. اجا صاحبك. شوفي. مو حكمة انت، قصدي انت. انا احمد، هو حكمة وانا احمد. مو مهم هلا ضروري بدي تعطيني مفتاح بيت. طلعت من هداك البيت والله يا معلم. وليش عملت هيك يا حيوان؟ بسببك. انت خليتنا نعلق بالدين، كيف بدي ادفع اجرة البيت؟ لك كيف بتتركه؟ اصلا هذا بيت صغير، قديش رح يكلفنا اجاره يعني؟ وانت بتطلع مصاري استاجره، هنن بيعطوك راتب. لشو هالبخل والغبهات؟ طيب بابا ليش عم تضرب؟ مو قصدي. طلع فيني. انت شو عم بتخطط؟ لشو بدك البيت؟ عم خطط لشي. العمى عايشين ببيت صغير وحاشرين 20 واحد جواته، مو معقول. وكل عيالكم بتحكوا ما بتسكتوا. بدي استرخي شوي. شو يعني مو من حقي انا هالشي؟ زمان كان الاب يفوت على البيت يصفوا الاولاد ويبوسوا ايده ويقولوا امرك يا بابا، بس انتوا مو مندبين الحمد لله، بسببكم الناس رح تضربنا بالشجاع. ميزة ميزة ميزة، يا ريت قلت الناس رح تضربنا بالمصاري. نعم مين هدول؟ اطلع يا فكرك، كون رجال واطلع لبرا. هذا اللي ناقصنا بابا. خلص اتركني، بعيد عني شباك. احمد روح شوي يا شباك، في حاجه رجال. طيب انت شو عم تحكي؟ اصلا هذا كله بسببك. اوعك تسمعني صوتك، رح اضلك بالبيت، عم تفهم علي؟ انا فرجي. ولك شو اعمل فيك انا؟ والله نعلقك براسك. لو ايش؟ لو ارجع. اختي بدي اسالك عن شيء. شو مشان موبايلي؟ اخي بدر دكتور ومعه مصاري، فيه يدفع يعني، مو هيك؟ ليلاس هدول اكيد بدهم يجننوني، والله ممكن باي لحظه انزل على الشارع مثل المجنونه. طيب انت متضايقه من فكره ليلى تفش فيني خلقك؟ شو ذنبي انا؟ شو علاقتي بالموضوع؟ انا ما عملت شيء ابدا، الكل بالمدرسه عندهم موبايلات، انا الوحيده فيني اللي لسه ما عندي. طيب انا شو ذنبي؟ مو انت عم تقلي لنا ادرسوا وروحوا على المدرسه؟ بس مجرد ما نطلب منك شيء بتجني. عم اقول لك بدي اياه مشان المخيم، بس ما عم تردي علي. بيقدر اخي بدر يشتري، مو معه مصاري؟ اه يلا يا اولاد يلا، الكل على النوم. يلا يلا ليلى، يلا تصبحوا على خير. يلا قدامي. لو سمحت تفاجأت، ما فيك تحل مشكله الموبايل. عم اقول لك انه ضروري وانا عن جد مضطره. انا ما عندي اي مشكله، بس انت اقنعي اختك. خلص ماشي ماشي. ليك جاي. طيب خلص ما عاد بدي شيء. ماشي بطلت بدي. اوعك تجيب لها سيره. اي طيب يلا 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 ليلى، عندنا شغل جاي. امشوا امشوا يلا، نحن عند الموقف. ايه ما تتاخري. ماشي يا فيكو اسمعني، نحن لازم ناخد إلهامنا من حدا. أنا عن جد أخلي من هالوضع. رح عن بالي، بتعرف شو؟ حكيت لي بيرة عن فيلم بيناسبك، فيلم اسمه البطل، شو رأيك نحضره اليوم؟ لو سمحت يلا. طيب روقي شوي، أصلاً أنت شو عبالك؟ بس بدك تتسلي. تعرف شو؟ خلي أختي تيجي معنا كمان، قال إنه في قصة حب حلوة كتير، مثل قصة حب تبع بدر وأختي. انت بتعرف شو بيقولوا؟ البطولة هي الاشتراك، بالسباق رغم معرفتك بانك ستخسر. يلا لا سمحت قوم، خلينا نروح، العرض تبعك كتير حلو. خلاص اختي وجعني راسي، حلي عني بقى. يا فيكو خليك. ليلاس كنا عم ندور عليكي، يلا اسحبي ورقة بسرعة. بدك اسحب ورقة؟ ايه ماشي.
شو؟ شو طلع لك؟ قولي لنا. هي أول اختبار، أنا أول مرة طلبوا مني نام جنب قبر، عن جد طار عقلي. عن جد؟ قديشك قوية أنت؟ بس مو معقول ما خفتي؟ إيه طبعاً خفت، بس هي قوانين اللعبة. يلا أحكي شو طلع لك؟ مكتوب إني أطلع على البناية وأفتح باب مباشر. طيب، ما بتخافي من المرتفعات؟ نوب ما بخاف، بس أنا ما عندي نت على الموبايل. خلينا نستنى ليصير في نت عندي. ليش لنستنى؟ أنا بقول لأمي تعطينا مصاري نفذي هالمهمة لننتقل للي بعدها. طيب اتفقنا لك، أنا جاهزة. حتى هلأ جاهزة إذا بدك. في بناية عالية عم تتعمر عنا بالحارة، اطلع عليها وبفتح بس مباشر. كتير حلو عن جد، الفيديو تبعي جاب 10,000 مشاهدة، حنصير مشهورين ليلاز. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.